بنوه لحضراتكم عن التحول اللي بيحصل في الحكومة عامة، في التحول الرقمي اللي بيحصل. وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، ممثلة طبعا في مركز نظم المعلومات، بدأت في تحديث خدمات وزارة التموين والتوسع كمان في ميكانتها الفترة اللي فاتت، وأضافت مجموعة من الخدمات طبعا في إطار توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحديدا وزارة التموين في التوسع بقى في مكانة منظومة التموين، لأن هي من الوزارات الخدمية كبيرة جدا اللي بتستهدف قطاع كبير، ملايين من المشاركين في بطاقات التموين وفي الخدمات اللي بتقدمها وزارة التموين يوميا الصراحة. أضاف كمان دكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة قامت بتنفيذ استراتيجية كبيرة لميكانة الخدمات المقدمة للمواطن على بطاقة الدعم في إطار التحول الرقمي اللي كنت بكلم فيه حضراتكم. خلينا نروح لدكتور عمرو مدكور مستشار الوزير لنظم المعلومات، نفهم منه إيه الجديد، وخاصة أنا عارف إن فيه خدمات جديدة إضافت للمواطنين. مساء النور على حضرتك وعلى السادة المستمعين. ربنا يخليك يا دكتور. وزارة التموين زي ما كنت بحكي مع المستمعين بتضيف كل يوم خدمات جديدة، وتحديدا في ميكانة الخدمات اللي بتقدمها وزارة التموين للمواطنين، ايه اللي اضاف جديد على تحديدا موقع دعم مصر ممكن يسهل على المواطنين؟ هو بداية احنا كنا بدأنا الموضوع ده مع بدايات حتى قبل أزمة كورونا، مع بدايات العام الحالي كنا طلبنا من السادة المواطنين تعريف ما يسمى بالهوية الرقمية، صحيح، اللي هو رقم التليفون، يعني عشان اعرف اتواصل معاه واعرف الدنيا ماشيه معاه ازاي. تمام. وبدات فعلا تتسجل عندي مجموعه من الساده المواطنين، تقريبا عدينا نسبه 60% من البطاقات دلوقتي اصبحت مسجله لدينا. ال 60% دول لهم الحق في الخدمات اللي تقدم من دار الدعم مصر او الموقع الرسمي الدعم. بقيه المواطنين بالكامل ممكن ما فيش اي مشكله ان هو يقدمها من مكتب التموين، لان نفس الخدمات موجوده في مكتب التموين، ولكن احنا بنيسر الحال على اللي في مكتب التموين نفسه ما يبقاش في زحمه، واللي يقدر لها هويه رقميه يستطيع ان هو يستخدم خدمات. طب افهم يا دكتور من هنا ان ال 40% دول لسه ما بقاش ليهم هويه رقميه، ولا هم ما عندهمش رغبه في ده ويتعاملوا مباشره لسه مع لا، هي ليس لديهم رغبه، لان هم ما قدموناش ارقام التليفونات، لان احنا طلبنا منهم من البدايه من العام الحالي 2020 ان هو يتقدم لي برقم تليفون مسجل باسمه في احد الشركات المحمول الاربعه، ولم يتقدم او تقدم بارقام مش مسجله باسمه بالفعل. هو الرقم عند حضرتك عدد المستفيدين اصلا من بطاقات التموين، يعني النسبه 60% و40% دول قد ايه تقريبا ودول قد ايه؟ انا هقول لحضرتك، انا عندي تقريبا 22 مليون بطاقه. يعني بنتكلم دلوقتي حوالي 11 مليون او 12 مليون سجلوا. المستفيدين عندي 64 مستفيد، بس انا بحتاج للبطاقه فرد واحد فقط. 64 اي من المستفيد الاسره، سواء هو صاحب البطاقه او المستفيدين في الاسره، صح كده؟ في البطاقه بالكامل، اي حد في البطاقه بالكامل، ما بيفرقش معايا، ممكن يكون هو احد مستفيدي سواء كان خبز او تموين. طيب الخدمات اللي بتتقدم من خلال دعم مصر، انا عارف ان كان في بعض المعوقات اللي بتقابل بعض المواطنين، وكنا بنبعتها الصراحه وزاره التموين بتحلها على طول، سواء في الرقم السري، سواء في الحذف او الاضافه بدل الفائد بدل التالف، كل ده يقدر يتحل من خلال رقم تليفونه او الهويه الرقميه اللي حضرتك بتتكلم عليها، ان هو يبعتها فتتحل المشكله. هو بيخش عندنا في الموقع دار الدعم مصر، بيقدر يعمل بدل تالف لبطاقته، بيقدر يعمل بدل فائد بدون ان هو يعمل، لو بدل فائد بدون ما يعمل محضر، اتلغى المحضر الشرطه. هايل. من غير حتى ما يعمل الحواله او التحويل البنكي اللي كان بيتعمل لصالح شركات اصدار البطاقات الذكيه، لان بيتم خصم قيمه الحواله دي اوتوماتيك من اول قيمه دعم. بيقدر ان هو يخش كمان يفعل البطاقه وياخد الرقم السري بتاعها، لو لاي سبب نسى الرقم السري او فقده بيبدا يبعت له، يخش على الموقع برضه ويطلب اعاده ارسال الرقم السري بتبعته له تاني. ده بالاضافه الى استخراج بطاقات جديده للمتزوجين حديثا فصل اجتماعي. لو حبيت انقل لظروف العمل او ما شابه، بنقل بطاقتي من محافظه لمحافظه، بستطيع ان انا انفذ هذا الكلام من خلال كل ده من خلال الموقع يا دكتور. من خلال الموقع، وحاليا متاح ايضا من خلال مكاتب التموين. طب اسمح لي، من خلال خبره حضرتك تحديدا في تكنولوجيا المعلومات، لو ال 40% اتضافوا الموقع يستحمل او الخدمه الرقميه تستحمل ده؟ تستحمل. احنا عندنا حاليا، احنا بنعيش في ازهى عصور مصر الرقميه والتكنولوجيه، وعندنا من البنيه المعلوماتيه اللي كل يوم بتزيد يوم عن يوم. انا اقدر استحمل 22 مليون، بل ان انا كمان هقول لحضرتك حاجه حصري. اتفضل. ان انا ان شاء الله في خلال ايام قليله، يمكن اسابيع قليله،
هنطلق موقع جديد اللي هي مصر الرقمية للتوازي مع إدارة دعم مصر. عندي موقعين مش موقع واحد، موقع في اتجاه وزارة الإنتاج الحربي وموقع في اتجاه وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، والاثنين بيصبوا في نفس النهاية الطرفية أو المركز المعلومات اللي عندي، وهيقدموا نفس الخدمات بس بأشكال مختلفة، واجهة مختلفة بأسلوب مختلف، والمواطن عليه إن هو يختار يروح هنا او يروح هنا او يروح المكتب كمان. الاسهل على حضرتك ايه، التحول الرقمي اللي بيحصل وان 100% يكونوا مشتركين من خلال الهويه الرقميه، ولا الاسهل ان هو يبقى النص ونص هنا؟ انا بالنسبه لي كده كده الحاجه بتتجمع عندي في خلفيه بشكل واحد. تمام. الاسهل على المواطن اللي شايف الاستخدام ان يستخدم من خلال هذا الموقع شكله احسن واسهل له، او من خلال الموقع ده، او من خلال ان هو مش عارف لا ده ولا ده يروح المكتب. وفي النهايه انا قللت الكثافه على الموقع ده وعلى الموقع ده وعلى الناس اللي هي عايزه تروح المكتب، فبدل ما كانوا مثلا هيروحوا 10 ويتخدموا في اليوم، لا ممكن يروحوا مثلا 4-5 فقط. طيب دايما التحول الرقمي او الخدمه التكنولوجيه عامه بتحتاج فريق عمل يحدث اول باول ويشتغل. كلمنا كده يا فندم عن فريق العمل بيشتغل معاك، لان ده حاجه محتاجه تحديث طول الوقت ومحتاجه تغير وتحول وتطور طول الوقت. احنا عندنا فريق العمل او فرق العمل، مش فريق العمل، في فريق بتاع السوشيال ميديا مثلا وحل المشاكل واستقصاء المشاكل من ارضها، بنقدر نعرف الناس ايه مشاكلها عشان نحلها تكنولوجيا. ثم الفريق اللي بيعمل تشغيل فعلي للمنظومات اللي موجوده، سواء كانت منظومه اداره البطاقات او صرف الخبز او صرف التموين او فرق النقاط او حتى منظومه الدقيق. تمام. ثم منظومه مراجعه ومراقبه كل دول لضمان الجوده، وفريق عمل الجوده ان هو بيشوف ان الكلام ده بيتم بالجوده المطلوبه وطبقا لمستوى اداء الخدمه. عندي ثلاث شركات متعاونه بنسميها اوت سورس او تعاقد خارجي. تمام. مقسم ليها الجمهوريه طبقا لمناقصه تمت، فكل شركه واخده الكلام ده. فوق كل ده مركز معلومات وزاره الانتاج الحربي بيدينا الدعم التكنولوجي، وعنده فريق عمل كامل مخصص لوزاره التموين. وزاره الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات مخصص لنا فريق كامل لدعم هذه المنظومه. ده بالاضافه لفريق اللي موجود في وزاره التموين والمديريات. يعني في تكاتف كامل ما بين جميع الجهات. وحضرتك كده بتكلمني على الحكومه بتشتغل على التحول الرقمي، واي وزاره عندها القدره انها تساعد في المنظومه دي بتساعد على طول. يعني في بعض حاجات حتى بنلجا للقوات المسلحه فيها، اداره الاشاره او اداره نظم المعلومات. المهم في النهايه ان انا اوصل الخدمه للمواطن بيسر وسهولة، مع الاحتفاظ بسرية بياناته وعدم وجود أي تلاعب في هذه البيانات مما يؤثر على هواها مصري على الراديو 90-90. لسه احمد خير مكمل معاكم في حال بلدنا، وكنا بنتواصل مع دكتور عمرو مدكور مستشار الوزير التموين لنظم المعلومات، وتوقفنا عند تضافر الجهود بالنسبه للحكومه المصريه كلها، مش بس وزاره التموين اللي بتشتغل على الميكنه او التحول الرقمي، ولكن بتاخد دعم سواء من وزاره الانتاج الحربي زي ما دكتور عمرو ذكر، او من خلال وزاره الاتصالات، قوات مسلحه كمان بيبقى ليها بعض التدخل في بعض الخدمات. يا دكتور عمرو رجعت لحضرتك مره ثانيه وبعتذر لرفع اذان العصر. الو الو دكتور عمرو. طيب هنحاول نرجع لدكتور عمرو مره ثانيه عشان عندي مجموعه استفسارات بقى ثانيه. طيب اللي هيحط رقمه ده هو بيتاكد ازاي وزاره التموين ان ده رقم الشخص المستفيد من بطاقه التموين؟ ما ممكن برضه يحصل بعض التلاعب، هل في جهه بتاكد بقى ان ده رقم الشخص اللي بيتبعت على الموقع ولا لا؟ طيب وجود موقع ثاني وخصنا بيه دكتور عمرو مشكورا حصريا لينا، ان في موقع ثاني في خلال ايام قليله ان شاء الله هيكون موجود لدعم برضو الميكنه والدعم التحول الرقمي اللي بيحصل في وزاره التموين عشان يسهل على المواطنين. طيب الموقع ده هيبقى متوفر للناس امتى؟ وهيقدم نفس الخدمات ولا خدمات تانية؟ اعتقد رجع لنا دكتور عمرو مره ثانيه. دكتور عمرو اهلا بيك يا فندم. انا بعتذر طبعا لرفع اذان العصر. كنت متوقفين يا فندم عند تضافر الحكومه
كلها كوزارات معنيه للتحول الرقمي والميكنه مره تانية. ولكن انا كان عندي استفسار من حضرتك، طب لو حد تمام. حط رقم تليفون انتوا بتتاكدوا منه ازاي؟ ممكن يبقى في بعض التلاعب او بعض المغردين وان قلت الفئه دي، ولكن هل بيتاكدوا من رقم التليفون اللي بيتحط على الموقع؟ بالظبط، عشان كده انا قلت لحضرتك ان هو بتتظافر في الدوله بالكامل، بمعنى احنا عندنا اربع جهات او اربع شركات محمول. تمام. الاربع شركات دول بيقودهم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع لوزاره الاتصالات. تمام. فبالتالي قاعده البيانات دي موجوده عند وزاره الاتصالات او عند هذا الجهاز. تمام. فانا ببعت له ان الرقم القومي اللي هو 3 وحايد ده، هل نمره التليفون بتاعته 0144 مثلا؟ تمام. ده يتبعه فبيقول لي اه ولا لا. وبالتالي انا بتاكد ان ده مسجل في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باسم هذا الرقم اللي رقم القومي بتاعه. برجع اخد الرقم القومي ده وابعته للاحوال، بقول له ان الرقم القومي اللي هو 4 3 ده مسجل باسم الاخ محمد احمد محمود مثلا. تمام. هيقول لي اه ان هو ده هو ده. هايل. تمام. الكلام ده كله ربط المنظومات ببعضها من خلال ما يسمى بالمحول الحكومي الرقمي، ده بيسهل جدا طبعا والتعرف على صحه البيانات، وفي نفس الوقت بيمنع التلاعب اللي حضرتك قلت عليه. طيب هل بيسرع بقى يعني الاجراءات دي يا فندم؟ تاخد مثلا وقت قد ايه لحين المواطن يبقى عنده هويه رقميه خلاص يشتغل عليه؟ ما احنا عملنا تحول رقمي عشان سرعه الاجراءات بالنسبه للمواطن. عظيم. في المنظومه القديمه كان موضوع التحقق من رقم المحمول كان بياخد حوالي تقريبا شهر. Yeah. تمام. لان حضرتك عارف طبعا سريع البيانات وبتاع احنا بنشتغل بيه. المنظومه الجديده بالشغل الجديد بنقدر نقول البنيه المعلوماتيه التحتيه اللي تم اتاحتها في الفتره الاخيره، لان بقول لحضرتك هيتم التحقق فيها في اللحظه، يعني مجرد ما حضرتك هتخش انا بخاطبهم كلهم مع بعض بخدمات حكوميه من خلال المحول الحكومي بيرد عليا في اللحظه باه او لا. بهذا الموضوع بيتم في ثواني معدوده. المواطن معايا على الموقع بقول له بطاقتك قبلت او رفضت. هاي الرقم ده بيفضل بقى هو التواصل عليه طول الوقت. لا معلش بحب التفاصيل، لو اي من المواطنين غير رقم تليفونه بيخطر حضرتك لازم صح؟ بيخش زي ما حضرتك بتخش مثلا تغير تليفونك على احد التطبيقات التواصل الاجتماعي، بيبعت لك كود بنسميه الكود احادي او بنسميه وان تايم باسورد. هي. تمام، اللي هو كود لمره واحده ببعته لك حضرتك بيوصل لك على الموبايل اللي انت مديهولي وانا متاكد ان هو رقمك. بتدخل الكود ده بتاكد ان الموبايل في حوزتك. تمام، وانا متاكد قبل كده من رقمك واسمك ورقم تليفونك، فبالتالي بدي لك الخدمه وانا بيبقى عندي تقريبا يقين ان اللي بيكلمني هو صاحب الموضوع نفسه. اما حضرتك قلت لي في بدايه المداخله ان 60% من المستفيدين من ال 22 مليون بيتعاملوا خلاص بالهويه الرقميه، حضرتك فرحتني ان احنا كان كتير من النقد اللي هيتحول لموضوع التحول الرقمي ان اهالينا وبالذات اللي بيتعاملوا ببطاقه التموين ما عندهمش الخبره التكنولوجيه ان هم يتعاملوا في ده. اعتقد بخبره حضرتك اسالك، لا عرفوا وبيخشوا وبيتعاملوا؟ وفي نفس الوقت لو ما عندوش ومستمر في هذا الكلام وهو من الفئه اللي ليس لها القدره على استخدام التكنولوجيا، فانا قدمت له خدمه اخرى، وهي ان انا بدل ما كنا بنقف في الطابور نقول 10 مثلا، فدلوقتي احنا شلت له 60%، يعني شلت 6 فبقى الطابور فيه 4 بس. هي. فانا بالتالي قللت له الضغط، مش كده وبس، ده طبقا لتوجيهات معالي وزير التموين والتجاره الداخليه تم عمل ما يسمى بمراكز الخدمه المطوره. ما بقاش مكتب تموين، بقى في حاجه اسمها مكتب خدمه مطوره، هو وظيفته فقط خدمه هؤلاء الساده المواطنين اللي بيروحوا ياخدوا الخدمه دي بس، لا بيتعامل معاه بدال ولا بيتعامل معاه صاحب فرن ولا بيتعامل معاه مفتش. وبيخش بياخد رقم وبياخد دور وبيبقى اقل. انت برضو واضح كده من كلام حضرتك ان انت قللت التعامل البشري او الاحتكاك البشري بين المواطن والموظف، صح كده؟ بالظبط، نهائي ما بقاش في تعامل مع الموظف الا من خلال شباك للي مش عايز يتعامل من خلال البوابات الالكترونيه. هي وده حاجه اللي بتكلمني عليه، بتكلمني على 27 محافظه مش بتكلمني على محافظات أيوة معينه بعينها، صح كده؟ طبعا 27 محافظه، انا عندي اقل مركز خدمه في 4 شبابيك وفي مراكز خدمه بتوصل ل 15 و16 شباك. دي شباك عليه موظف بيقدم جميع الخدمات للساده المواطنين. انت عارف يا فندم لما قالوا ان الوزارات كلها هتتنقل للعاصمه الاداريه انا خفت، قلت طب واللي عنده خدمه او عنده حاجه وعايز يروح الوزاره هيتعامل ازاي؟ بالتحول الرقمي اللي احنا بنقوله ده انا ماليش دعوه دلوقتي بمقرات الوزاره فين، انا خلاص بتعاون طول الوقت مع الموقع او عن خلال الابلكيشن اللي بتعمله الوزارات المختلفه في التعامل، انا فاهم صح كده؟
يعني زي ما انا بكلم حضرتك، حضرتك في مكان وانا في مكان تاني خالص، وبل في محافظه تانيه خالص، ومع ذلك بنتواصل. والساده المشاهدين، انا اسف المستمعين، ال 27 محافظه سمعنا باختلاف انتماءاتهم باختلاف اماكنهم. هو ده، هو ده عصر التكنولوجيا. صحيح. احنا موجودين في كل الاماكن بشكل متوازن. تمام. وبدون الحاجه للانتقال الجسدي او الفعلي لمكان اداء الخدمه. واعتقد مفيش تكلفه، او التكلفه بتقل. طبعا طبعا التكلفه بتقل بشكل كبير جدا، وكل ما بحاول هي التكلفه بتبقى في البنيه التحتيه. صحيح. لكن بمجرد ما انشات البنيه التحتيه كله بيستفيد بيها، مش وزاره التموين بس. وحضرتك بتاكد لي ان البنيه التحتيه بالنسبه للمواقع الخاصه، اصل وزاره التموين بالنسبه لي وزاره خدميه، فبتتعامل مع اكبر قطاع من الشعب المصري. البنيه التحتيه حضرتك طمنتني انها تستحمل، ولسه هيتضاف عند حضراتكم ناس ثانيه جديده، وناس هتنفصل عن الاسره ويبقى اسر جديده، كل ده احنا عندنا البنيه التحتيه اللي تشيل ده. أنا تقريبا مسجل عندي فوق ال 100 مليون رقم قومي. هي. في على قواعد البيانات. عندك الشعب المصري كله تقريبا بيستفيد منها خدمات تموينية، سواء خبز 4 حوالي 73 74 مليون، وحوالي 73 74 مليون بيستفيد تموين. فزي ما حضرتك قلت، ده شعب مصر بالكامل، ده بالإضافة إلى البدالين التموينيين وجمعيتي وما إلى ذلك. طبعا. ده بالإضافة للمخابز. كل دي منظومات مختلفة كلها بتتعامل معنا وزارة التموين. ال 74 مليون حاجة بتتعامل معاها، هو الرقم ده ما قل شوية بعد الحذف والإضافة وتطهير؟ احنا ما بنحذفش خبز. خالص. خالص. هي. إذا كنا بنحذف فبنحذف سلع تموينية فقط. وبيستمر المواطن في حقه في صرف الخبز. يعني كل ما قيل من اشاعات الفتره اللي فاتت ان تم حذف ناس كتير من منظومه الخبز، وعشان كده المنظومه بقت واقفه على رجليها لان اتشال ناس كتير، ما اتشالش حد. حاجة بتاكد لي من منظومه الخبز تماما؟ اؤكد لحضرتك، لم ما اتشلناش ولا واحد من منظومه الخبز نهائي. كل اللي بنحذفه من التموين وده الاستبعاد. اما ما تم شيله في مطلع 2018 مطلع 2019 دول الوهميين. هي. اللي هو واحد متوفي، واحد مهاجر، رقم واحد ملوش رقم قومي، واحد اسمه سين سين سين. دول اللي تم استفاده. ده مش شخص كان بيستفيد، دي ارقام فيه كلها ما كانش بالظبط. هي حاجه وهميه زي ما حضرتك اشرت. كل الشكر للدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، شخص مثقف جدا، عارف بيطور ازاي، عارف بيتكلم ازاي على تطوير المنظومه كلها. على فكره هو قال كمان في وسط كلامه كلمه مهمه جدا، هي مش وزاره التموين بس اللي بتطور، هي مصر كلها بتتطور الكترونيا. ده يسهل، واهم من يسهل يسرع. يعني ما يقول لي الاجراءات كانت بتاخد شهر عشان اتحقق بس من البيانات، وساعات كانت بتبقى اكتر من شهر يعني، بس يعني هنقول شهر، بقت في لحظتها ان انا بتاكد. كله ده يرجع لنقطه كنت بتكلم فيها دايما في حال بلدنا، ان مصر ما كانش عندها قاعده بيانات، ما كناش عارفين مين فين. مصر بقى عندها قاعده بيانات لكل حاجه، وبقى في تضافر جهود ما بين الحكومه كلها، كله بيسند في الحته بتاعته. اول ما قلت له على التحقق فراح مكلمني على طول على الاحوال المدنيه، ادي وزاره الداخليه، وراح مكلمني على طول على وزاره الاتصالات، ادي وزاره الاتصالات، وكلمني على البطاقات ودعم مركز نظم المعلومات في وزاره الانتاج الحربي، وكلمني على مسانده القوات المسلحه، بيكلمني على الحكومه. يعني بيكلمني على الحكومه كلها واقفه في حته البطاقات اللي انا بتكلم فيها النهارده، ان ازاي نقدر نسهل بيها على المواطنين. انا بتكلم هنا مش على مواطنين 10 15 الف، بتكلم على 22 مليون مستفيد. بالاضافه لده في بعض من اهالينا مش هيعرف يخش على الموقع، ومش هيحط رقم تليفونه، ومش هيعرف يعمل ده. ان كانوا هم مسهلين برضو ان مش لازم الشخص المستفيد، ممكن حد من اسرتهم اللي محطوطين في البطاقه، فابن بنت زوج اخت، حد يخش يعمل الاجراءات ده. لا، هو سهل ده من خلال مراكز متطوره موجوده بقى في الشارع للتعامل العادي اللي احنا اتعودنا عليه، ولكن برضه ما فيهاش احتكاك بالموظف. دي كانت بتعمل بعض المشاكل شويه، موظف مش عاجبه شكلي قوي فالموضوع بيبقى فيهش بعض المشاكل، كل ده راح خلاص. والطوابير خفت، ما هو ما يشيل 60 مليون من 22 تقريبا، النسبة كده هتخش في حوالي 12 13 مليون، دول بقوا الكترونيا خلاص وتحرحوا في التحول الرقمي، يبقى الباقي ده الطابور فعلا مكان هيبقى 100 هيبقى 4 5، فيسهل برضو على امي وام حضرتك وكل المستفيدين من البطاقات التموينية. اكد لي معلومة مهمة جدا، ان مفيش حد اتشال من منظومة الخبز، اللي اتشال اللي هو ما كانش اصلا في شخص بيستفيد، ده كان رقم تليفون لحد متوفي او رقم غلط او رقم اتشال او الكلام ده كله، مفيش حد اتشال من منظومة الخبز. وباكد لي نفس الرقم ده انا بقوله اعتقد 2015 تقريبا، اول ما بدات معاكم محل بلدنا، او 2016 تقريبا، هم 73 مليون، هم 73 مليون مستفيدين من الخبز، هم زي ما هم. اضاف كمان ان اللي دخل معاه في موضوع التحول الرقمي الشركات اللي بتدعم ده،
سواء البدالين الموجودين في البطاقات التموينيه اللي بيدي لحضرتك البضاعه التموينيه، او سواء الشركات الداعمه لده. استفيدوا كمان بفكر القطاع الخاص في انه يدخل شركات اوت سورس زي ما قال لي، او شركات من الخارج يستفيد من خبرتها، مفيش مشكله خالص، ويستفيد من قوه وسرعه القطاع الخاص في التعامل معاه. ده شيء محترم جدا، وبيعمل ترابط كمان ما بين الحكومه وبين القطاع الخاص في الدعم. يعني شغل محترم جدا، كل توفيق لوزاره التموين وكل قائمين عليها.